بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فارس أو فارس أوفيشال. مقطع جديد. مقطع اليوم راح يكون البداية الأولى لسلسلة كرير مود الهلال في فيفا 23. حلقة اليوم راح تكون عندنا عدة أحداث وعدة تفاصيل. طبعا أنا قدمت فترة وخلال هذه الفترة خلصت المباريات الودية وأيضا خلصت التدريبات وعرضت عدد من اللاعبين للبيع راح نشوفهم بإذن الله في حلقة اليوم. ولكن البداية على طول راح نرجع الشخصية المحبوبة عند أغلبكم، المفاوض الكبير أبو سعد. أبو سعد راح يقود أول صفقاتنا. أنا بالنسبة لي شخصيا حابب أوقع مع قلب دفاع جديد وهو اللاعب المغربي نايف، لاعب نادي وستهام الإنجليزي. فخلونا نتصل بالأخ أبو سعد. يلا يا اخوي ابو سعد، الهمه بالله انا ابغاك تحسم هذه الصفقه. ابشر يا ابو الفارس، والله انت ابشر. لاعب نايف باذن الله لا يوقع على الهلال. بس انت كم تبغى؟ يعني تبغى الرجال يجيب مبلغ زين ولا تبغى الرجال يماطل وفي هذه العلوم؟ يا رجال انا بس ابغى اللاعب يتم ونبغى اللاعب معنا، واذا ما قدرت عاد جيب غيره، انا ما عندي مشكله اجيب غيره. بس بالله 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 يا ابو سعد احسب لنا نايف. أبشر بإذن الله أنتم، وإن ما تم تعذر. يا أبو الفارس اسمعها من الأخير، نايف ذا والله أنه مو بكفو يجي الهلال. الرجال يمطمط هو وكيل أعماله وما يبغون يجون النادي. اسمع مني، خذ لك الرجال عيسى مندي، تالله مدافع كبير وخبرة وساسي في منتخب الجزائر ومن أفضل المدافعين العرب. خلها عندي الصفقة ولا تشيلها، خلها عندي يا رجال. يلا بالتوفيق أبو سعد، إن شاء الله تجيب الصفقة. السلام عليكم يا مدرب فيا ريال. شوف انا اعرفك يا وناي امري، مدرب كبير ومدرب عندك اسمك. باختصار شديد احنا عندنا اللاعب ماثيوس بريرا. انا ما عاد ابي، خذوا عطنا مندي. تبغى 12 مليون؟ طب شوف 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 شوف، انا بعطيك فيتو وخذ 7 مليون وقول تم. خلينا نحسمها اليوم، بالله عليك يا ابن الحلال ما نبغاه. طب خذ لاعب وسط، كويلار. لا والله كويلار ما يبيعه الهلالية. قلب دفاع ما الهلال ما يتخلى عن اللاعب. خلاص شوف من الأخير أنا باخذ لاعبك، بس تسمح لي إذا قلت لك 10 مليون. 10 مليون وش رد زاي؟ تكفى 11600. والله ما ردك. تم أبو الفوارس، أنا دبرت لك اللاعب، وإذا تبغى قود المفاوضات كمان قلت تم. خلاص تم، خذ المفاوضات وقنع اللاعب يجي هنا. وبالله لا تعطيه مرتب كبير لأنه عندنا عدة صفقات نبغى نتمها. خلاص أبشر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخويا عيسى مندي، كيف حالك أخويا؟ إن شاء الله بخير. أهلين أهلين أخويا. راهو عندي سؤال، نشدير ونقول أنه أنتوا في المملكة العربية السعودية في الهلال السعودي تحديدا عندكم أسماء كثيرة في قلب الدفاع. عندك علي بليهي، عندك متعب مفرج، عندك جحفلي، عندك خليفة الدوسري. شدير وتجيبوا مدافع أجنبي ثاني مع جنك، شو أسبابكم؟ شوف أخويا عيسى مندي، اللاعب المحليين إحنا ما نعترفوش بيهم. اللاعب المحلي ما يستاهل الفرصة، أبناء الوطن ما يستاهلوا. نحن نديره أنه نعطي اللعيبة الأجانب فرصة مثلك. ليش سامحين بثمانية أجانب نحطهم دكة؟ لا، إحنا جايبينك هنا عشان تكون أنت أساسي. وعاد تعرف يعني في بعض الاستفادات من العقود اللاعب المحلي ما راح يعطينا إياها، فإحنا واثقين منك أنه أنت بإذن الله بتعطينا جزء من عقدك. وانت ابشر عاد بالراتب الكبير وابشر بالبيت اللي يعجبك. نديره اخويا ما نقولكش لا. خلاص تم اخويا، وان شاء الله احنا معك، ان شاء الله احنا داعمين. الهلال نادي كبير وخلاص انا موافق على العقد. نديره 50 ألف، انت تاخذ 10 وانا ما عنديش مشكلة في الباقي. الله يوفقك عيسى مندي والهلال يتشرف فيك. مبروك عيسى مندي هلالي، واتمنى اني ما قصرت معك يا ابو الفوارس. الله يسعدك، تسلم. خلنا نشوف عيسى مندي الآن وصل للزعيم، وصل اللاعب الكبير. لا 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 لا، أنا ما أقدر أتحمل عيسى مندي. كاريلو يستقبلك. شوف يعني أنت لاعب كبير في النهاية، وجودك في الهلال أمر طبيعي. فأنا أتمنى لك كل التوفيق، شد حيلك أكثر، قدامك أسماء مهمة راح تنافسها. صحيح معاك علي البليهي، صحيح معاك هذول كلهم، لكن أنا واثق فيك، أنا معطيك الأولوية كاملة. فالله يوفقك ويسر لك، وبإذن الله أنك تفيد النادي. رقم 3 تستاهله من زمان، ترى ما أخذ لاعب عندنا، وانت تستاهله الأمانة. والصحافة كلها يعني كلها مع صفقتك. الله يوفق عيسى مندي. بتسلم يا أبو سعد، وتميت لنا صفقة كبيرة مثل عيسى مندي. بخصوص اللاعب العالمي اللي وصيتك عليه، كيف وضعه؟ جاي ولا؟
والله يا ابو الفوارس، اللاعب ذاك اللي قلت لك عليه واني بجيبه لك هنا في المملكه تفاوضه الى الان ما وصل، لسه انا قاعد احاول اقنعه وقاعد احاول في وكيل اعماله، باذن الله انه يجي وباذن الله انك توقع معه. خلاص انا مخلي لك الصفقه، الله عطاك من هذه اللحظه لين اخر يوم في الانتقالات، ان ما جاء هنا لنا كلام ثاني. ابشر ابشر باذن الله لتشوف اللاعب وباذن الله ليرتدي زي الهلال. خليفه الدوسري بالتوفيق لك خارج نادي الهلال، والله يجعلها مسيره جميله. لا 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 لا، دموعي قاعد تنزل. فييتو بيترك النادي؟ يا خسارة يا خسارة. آخ يا فييتو، كنت لاعب مهم وخدمت النادي وما قصرت. بنفقدك بنفقدك كثير يا غالي، بنفقدك. الله يوفقك يا رجال، دزها. ما بقل لذا يبقى في النادي، خله يروح يا رجال، افتكينا منه. لاعب عادي ولا هو فادنا، لا وجود في التشكيلة الأساسية يفيد ولا وجود في الدكة يفيد. خله و 4,850,000، حط 350,000 جيبي وجيبك، واعطي ال 400 ومدري ال 4,500,000 للاداره، الباقي خله في جيبنا. ما عليك. جميل، وصلنا لاول مباراه في الموسم، افتتاحيه الدوري قدام الوحده. كابتن فارس، كابتن فارس، متعب المفرج يبيك في غرفه الملابس، ممكن تتواصل معاه؟ يا ريل، وش يبي ذا؟ يلا يلا رايح اكلمه. السلام عليكم يا استاذ فارس، انا جايك هنا وقاصدك في خدمه. أنا لاعبك متعب المفرج وموهبة الفريق، أنت عرفني أنا أول من يحضر التدريبات وأول من يجتهد في التدريبات، ودائما أنا حاضر عشان أرضيك، فأنا بس طالب منك طلب صغير إذا تسمح لي، ممكن تخليني ألعب بشكل أساسي في المباراة القادمة؟ يعني أنا ما قصرت أبدا، لي 4 سنوات قاعد في النادي، راجع من إعارة في التعاون، ورغم ذلك تجيبون لاعبين أجانب في مركز قلب الدفاع، وفوقها حتى في قائمة الفريق ما تحطه، يعني وش سويت لك؟ ممكن فرصة واحدة بس. شوف يا متعب المفرج، باختصار شديد انا بقول لك اياها باللسان الصريح، تبغى تلعب اساسي؟ اي بالله، تكفى ولعب اساسي. انت كم راتبك؟ 5,600. حبيب قلبي، تبغى تلعب اساسي؟ ال 5,600 هذه تعطيني منها 4,000 وانت تاخذ 1,600 في الاسبوع، غير كذا ما عندي. يا كابتن هذا رزقي، طب انا كيف بعيش؟ كيف بصرف على اهلي؟ كيف بضبط بقية تفاصيل حياتي؟ انا مالي دخل، تبغى تلعب اساسي هات ذا المبلغ، ما تبغى مع السلامة، في 1,000 نادي موجود يمديك تروح عندهم. انا ما اقول الا شيء واحد بس يا كابتن فارس، حسبي الله ونعم الوكيل، وباذن الله لنا حساب، باذن الله لنا حساب. يا رجال روح، بس روح، لا اشوف وجهك هنا، ما بقل انتم تتشرطون على النادي، الاجنبي حق منك. أول مباراة لنا في الموسم، ما نبغى أي تخاذل. يقالوا أنا معطيك كل الثقة رغم أنك كبير في السن حاليا، 33 عام. احنا غالبا المهاجمين الكبار في السن واللعيبة الكبار في السن من بقيهم في النادي إلا بحالات نادرة، شدوا حيلكم، ما راح نرضى إلا بالفوز قدام الوحدة، فريق صاعد الآن أكيد راح يدخل بروح عالية، لكن الفوز ولا غير الفوز. بالتوفيق يا رجال، وبإذن الله فالكم الفوز يا رب يا رب، بشروني. الله لي يوفقكم يا صفر. تعادل تعادل ليش؟ وكان الوحدة متقدم عليك. يلا يلا يلا، مباراة أولى تسير الأخطاء، المباريات الجاية ما أبغى الموضوع يتكرر، عندنا عمل طول هذا الأسبوع، ما في أي يوم راحة، كل الأيام تدريبات، شدوا حيلكم لأنه ما في أي مجاملة. المجاملات ما تمشي معكم، يلا يلا الحق الكورة، الحق زي الرجال زي الرجال. الأخطاء الدفاعية ما نبغاها تتكرر. المباراة اللي راحت الوحدة سجل علينا من عرضيات، اليوم أبغاكم تسترجلون وتعرفون كيف تعترضون هذه الكور. يلا اعترض اعترض زي الرجال. إيه إيه، هذه تربيتي، هذول اللاعبين اللي أنا أبغاهم معاي في الملعب. اللي بعده اللي بعده، لا يعدي لا يعدي يا ابن الحلال، قلت لك لا يعدي. يلا أنت آخر واحد، شوف لو عدوها من عندك ما عاد بتلعب اساسي يا المفرج طول عمرك. خلاص، ها اتحدى اذا تشد الاساسيه من اليوم ورايح، اتحدى. هي يا شيخ من اول، اخيرا وصل عرض البريره، خلنا نقود المفاوضات، انا شخصيا بقود المفاوضه، وبلا ابو سعد بلا كلام فاضي، باذن الله بريره لا ينباع. تعال تعال يا بريره، شوف بيني وبينك بريره لاعب مهم عندنا، حلو. بس شفتوا كيف باختصار، يوم يكون عندك رجل مثل فارس أمورك بخير بإذن الله. أول مباراة راح ألعبها الآن في هذا الموسم، الكلاسيكو أمام نادي الاتحاد، مباراة صعبة جدا، ما راح نرضى إلا بالفوز. آخر مباراة للنجم ماثيوس بريرا، راح نبدأ فيه بشكل أساسي،
وان شاء الله يعني تكون ختاميه كويسه منه، لانه غير ذلك غير مقبول. جيبوا الفوز يا رجال. وابو سعد وش بغيت؟ يا ابو الفارس ترى اللاعب اللي قلت لك عليه قريب جدا ويجي، خلك جاهز، اول ما يبيع بريرا انا ابغاك تفاوضه قبل لا يروح من السوق. تم تم لا تشيل هم، يلا يا رجال جيبوا الفوز وباذن الله انكم قدها. يلا على بابك يا كريم، يلا يا بريرا نبغى الفوز ولا غير. بريرا اخر مباراه لك، تكفى بيض الوجه، تكفى خل جمهور الهلال يتذكرك. يعني مباريات كثير ما قدمت فيها اي شيء، او نقدر نقول مسيرتك كامله ما قدمت فيها شيء. اليوم نبغى كل الجمهور يقول بريرا قدم افضل ختاميه اللاعب. يلا يا ماثيوس. بريرا حرام عليك. كويلار، سالم، الشهراني، افتتح افتتح يا شهراني، افتتح يا شهراني، افتتح يا شهراني. يا سلام على قروهي، والله والله قروهي شالها. بريرا بريرا عطهم حل، عطهم حل معنوي، عطهم حل معنوي يا ابن الحلال. وش ذا اللعب الخايس؟ للأسف هدف غريب جدا. رومارينيو بالله وش هذا، بالله وش هذا يا اخوان، يا اخوان وش القصة هذه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوفوا هنا طبيعي، لكن هو يعطيها بالراس، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة وشوفوا التغطية السيئة. للأسف ما 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 في مرجلة في الملعب. لو عندنا رجال في الملعب هذه الكرة ما تدخل، حرفيا هذه الكرة ما تدخل. كيف يا معيوف جاءت من عندك؟ للأسف للأسف قاعد يصور المعيوف في اللقطة اللي راحت، قاعد يصور ولا كأنه أي كورة جات عليه. بريرا شوف عندك هذه الدقائق، يا تثبت نفسك فيها ولا بترمي دكة وبتكون أسوأ نهاية اللاعب في تاريخ كرة القدم. اسمح لي، يعني مو في تاريخ كرة القدم بس بشكل عام. يقالوا كاريلو، يا الله يا الله كيف ضاعت، كيف ضاعت هذه. سالم، كاريلو كاريلو كاريلو، روح يا سالم، روح يا سالم. ماريجا حقك، ماريجا يا وحش، بديل الأفضل، بديل الأفضل يا ماريجا والأعزاء الإيجالو. والله وحش وحش التمركز ولا أروع. وأسست سالم، يا السلام يا سالم. شوف شوف شوف، اتأكد أنه حجازي راح وخلاص اللاعب لحاله على طول أعطاها بدون تردد وبدون أي أنانية. أفضل لاعب سعودي، أفضل لاعب سعودي بكل أحقية. هدف ثاني للاتحاد للأمانة ما يستاهل حتى أوريكم إياه، هدف غبي غبي جدا، والسبب فقط المعيوف. المعيوف إلى الآن ماني مقتنع فيه. أوكي هو في الواقع أفضل حارس، لكن في اللعبة يبدو أننا راح نتجه لخيار الحارس الأجنبي اللي نسويه في كل جزء، أو نعطي العويس فرصة. وأنا أشوف العويس والله يستاهل، دائما كان رهيب معاي في فيفا. سالم، يا الله كيف شالها قروهي، يا الله كيف شالها، والله هذه حرام ما تدخل جول. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. القم القم القم. ماريك افضل لاعب، ماريك افضل لاعب رسميا، التمركز ولا اروع، دائما متمركز صح. يا رب يا رب نجيب الفوز، حرام نجيب الفوز. كاريلو روح روح يا وحش. السلام يا ماريجا، يا السلام يا الروح القتالية، أنا أحترمك على هذه الروح القتالية. بريرا بريرا، خلي ختامها مسك، خلي ختامها مسك، خلي ختامها مسك. يا السلام يا بريرا. بريرا سامحني إني شلتك من النادي، سامحني أنا ظلمتك، أنت كنت تستاهل تبقى بس أنا ظلمتك. الله يوفقك يا بريرا، والله والله ما قصر. شوفوا يا أخوان الانطلاقة، شوفوا الإنهاء حطها من كل قلبه. قروه انبطح، قروه انبطح قدام بريرا. احترمك يا بريرا، احترمك بريرا. انا لازم اخلي الجمهور كله يصفق لك وانت خارج. تعال يا ميشيل، تعال يا ميشيل، لازم تدخل وكل الجمهور يترك كل شيء ويصفق لك. ماثيوس بريرا في اخر لمساته مع نادي الهلال، يا السلام، يتلاعب فيهم، يتلاعب فيهم. يو 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 يا ماثيوس، الله يصيبك، تلاعبوا فيك، تلاعبوا فيك. لا 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 يا بريرا، الحمد لله على نعم الجنق. روح يا بريرا، هاي تلاعب فيهم الحين، الحين لو ما تلاعب فيهم عندي معاك حساب ثاني. يا اخي انت متلاعب فاشل، المدح ما ينفع معاك، حتى التوديع ما ينفع معاك. حسبي الله ونعم الوكيل، بس حسبي الله ونعم الوكيل. فلوس راحت من ميزانية النادي على لاعب ما يستاهل. اي شهراني، مرجلة مرجلة مرجلة. مبروك الفوز. اوكي لسه ما انتهت، يلا دزها يا بريرا، ما ابغى اشوف وجهك، دزها.
عفاش. لا والله لا والله ما قصر اخوان مباراه اليوم ما قصر، صحيح اخطا تو بس ما قصر مجملا. مندي سطح يا ابن الحلال سطح، والله المجحف الحرام حرام حرام. ايوه يا ميشيل هذا هو صح، مبروك الفوز لجمهور الهلال. عندنا مباراه خفيفه فاسيه راح نسوي لها سكيب وراح نلعب الاياب باذن الله اللي راح يكون في ملعبنا، يا رب يجيبوا الفوز. مرجله مرجله والله ما يحتاج نلعب اياب 5-0 لهذه الدرجه، الصينيين ضعفاء، هل نحن بهذه القوه من الصينيين بهذا الضعف؟ ما ادري. على العموم مبروك الفوز من جديد يا جمهور الهلال. 3 نقاط في الجيب كالعاده من مباراه ابها، الحمد لله 4-1. المباريات اللي خارج الارض في الغالب انه ما راح نلعبها لانه دائما تكون في نفس الملعب ودائما تكون اجواءها ممله، فاحنا باذن الله راح نركز دائما على المباريات اللي في ارضنا وبين جمهورنا. يا ليل مين داق في ذا الوقت؟ ايوه الو، ها يا ابو سعد، ها وش بغيت؟ ايش؟ باقي 10 ساعات ويقفل السوق؟ طب اللاعب اللي قلت لك عليه كيف وضعه؟ اللاعب العالمي اللي من اول نتكلم عنه جاء ولا؟ جاء؟ يعني عشان كذا انت داق علي؟ اقابله في المكتب. يلا يلا الحين اروح المكتب واقابله. مع السلامة. أخيرا جاء ذا اللاعب، خلنا نشوف. بسم الله، شوفوا معي هذا هو اللاعب.